لكل مدينة يمنية عاداتها وتقاليدها التي تميزها عن بقية المدن. هنا في مدينة التربة جنوب تعز يقبل الصائمون على شراء المشبك، الحلوى الموسمية التي تمتاز بها المدينة في شهر رمضان منذ عدة عقود، وجبة حاضرة في موائد إفطار أهالي المنطقة إلى جانب الكثير من الأطباق والمأكولات الشعبية. احنا هنا داخل مدينة التربة، اقبالنا على الحلويات في شهر رمضان المبارك تكون اكثر من بقية الاشهر الاخرى في السنة، وبالذات على المشبك. ولدينا نموذج من نماذج المشبك ذو الجودة الذي هو لمشبك الشرعبين، ومشبك ممتاز 45 عام من الريادة. المشبك يعتبر من عاداتنا وتقاليدنا الشعبية ومن مأكولاتنا المفضلة في رمضان. يعرف أبناء مدينة التربة كما هم أبناء ريفها حلوى المشبك التي يعدها العم ياسين الشرعبي منذ أكثر من 45 عاما، وقد اعتادوا إطلالته عليهم مع كل موسم رمضاني بزيه التعزي التقليدي الذي تزينه المشاقر والورود ليقدم لهم حلواهم الموسمية المفضلة. الوالد اشتغلوا من الستينات في تعلموا بعدان، وقال هنا يعني اشتغل المشبك من الستينات، وانا كنت اشتغلت معه وتعلمت الحرفة منه. الولد توفى قدره حوالي 10 سنين، انا مشيت الحرفة بعد به الان، وابني الان بعد يعني يكون ان شاء الله الحفيد هو الثالث يعني. إطلالة العم ياسين وحلواه الشهيرة تمثل جزءا من عادات وتقاليد مدينة التربة منذ سنوات عدة، ولا تزال تضفي على الشهر الكريم أجواء رمضانية اعتادها سكان المدينة في كل عام، كما هي أجواء أسواقها القديمة وروحانية لياليها التي تزجيها ابتهالات السامرين.